أقري لك جا بازال كي علمك الغناو الغناو حوايج خرا هيو الغناو عرفناه حوايج خرا أعلم شفيك شوف بالغير وكنضرب تما راه وحدك عيط ليا ونعاونك وين ليا كنت شتي حاده جدات ليا ما دات منك لا حق لا باطل حق نسيت لا لا سولت عليك ربي ربي قالت لك غتوصل سير عندها هي اللي ما تعاودش لا لا دك عليه وصل ايوا دخلي زيد هاني لا زيد زيد اللي هنا قليل الصواب عبو يدك هلال زعما شنو حنا ما نسمعوش الغنى كاد ليلة ما فهمتش قاي شي تميرات ما تحشمش اسكت الله ان شاء الله هاو مالي يا ليلة قلتي كلمة العيب راه قلتي جد العيب ماشي على العيب وحده اسمعني نقول لك عمرني ما نسمعك تنطق بهذه الكلمة على فمك انت ما كتسمعش المثل اللي كتقول اميات جمره وجمره ولا حر تمره تمره فهمت عمرني للم خرج على فمي ايوا مزيان اسمعني نقول لك تعرف باللي سيدك مره عادي يجيب لينا شي ربعات الشيخات هادي كاينه ايوا انت كاس تغني لي هنا لحد كل ليله لا لا انا الغنى عندي هزه هذا راه تعلمت مزيان ومعاونه حلقه ياك ايوا سيدي عول باللي انت وحده غادي تجيو تقصروا معنا هاد الليله هاد الليله وكان الليله راه صافي لا تزيدش معايا الكلمه هاو وراني غادي نشاور عليك سيدك القايد واخا لالا يلا شدي الكاس شدي طرق عليا وجهك فقيس من زرو وضريب أخوات والراس قل فيها الله يرزقكم الصبر قبلت بلاد عمر كل سنة هذا الوباء الخبيث قول يا سي الفقيه هذا المرض اللي نعال بهاي مغلم صافي ولاد بحنا الخيل والحمير والكلاب حلال ولا حرام الفقيه حرام أسيدي واش هما نجاهم الله حنا تبعهم شنوي واش هما ناكلوش الحمام الفقيه كين جاج بغيت تسمع الحمام ها الغابة قدامكم هاي الطير فيها بلاول قول يا سي الفقيه الغابه راه فيها الحلوف وبغينا ناكل اللحم ديالو الحلوف لا عزيز عليكم الزفر وصوموا نتوما كاع وما تقراوش هاد المحرمات هادي تيخلف لكم الله كل شيء ما دار هذا عقاب تسلط علينا اقولوا الحمد لله راكم مؤمنين الحمد لله ولكن انا عارف السبب منين عارفين القبيله راه كامله عارفه اش عارف القبيله شنو يا فقيه انت صافنا هاد المصيبه هادي سمعيه مزيان والشهر اللي قبله اشنو وقع في قبيله هذا العمر توفى الله قائدنا السي محمد بن عمر لا سيدي راه ما مات موتت الله راه قاتلو خو السي عيسى يا كان صحيح صحيح هذا جاي لحقات على رقيد مات استغفر الله العظيم ان بعد الظن اثم ان بعد الظن اثم والله يا ابو هما نمشي عا تنقزلي أنا راه ما عاجبنيش مرة يبان مرة يجبر قولي ادخل الفقير أزيد أود معاشات أنا ما عرفتش حنا من دون القبيل طاحت علينا هالمصيبة الكحلة ولا تزيدها ومع أحد أنا
ما وصلاتهمش للكتبه. علاش ومناش وكيفاش الله اعلم. يلا سيدي اعطوني اتصال. يلا تنت خلي لي رسمك. لا واش اللي كنت مزع مالك؟ انا بس رسمك. يلا درج عليا كميرتك. ما جيتي عندي في هذا الوقت الا جيب شي اخبار مهمه. لا ما سيدي ما كنت اخبار، وانما عندي لك واحد النصيحه. قول بالزربه قول. بغيتك تصلي معنا العشاء اما في الزاويه ولا عندك هنا في القصبه، ومن بعد نذكروا لطيف. صافي هادشي اللي جاي. صافي نعم سيدي وما فيها غير الخير. شوف اشقي نذكر لطيف في الزاويه هاد الليله الصباح عادي شي عندي. واخا نعم سيدي. واخا نعم سيدي. افينكو هاد تامر واتك قوتك بزاف اللي واتيني مازال ما لبستوش. هاك هنك اللي واتيك جا وضي شوفي باوش ناس اللي ناس طفيري الضو. الليلة نباتوا مقصرين انا وياك. الليلة معايا وغدا مع وحدة اخرى. حاشا على انا عيني تقدر تشوف شي وحدة اخرى من غيرك. الحسادة قريني ممكن نقصر انا وياك كنت مهنية، اما دابا قدام الجماعة انا ما نضمنكش وانت ما تضمنيش. شوفي عادتي انا نضمن راسي. اسكت بالزفافيط الاخر الا مشيتي تعجبتي شي وحدة في بنات القايد تقد تقول لا. انا زفافيط ياك بنات قبيلة دوار ولا زايد كلهم عرفوني معاك وتو وحده ما تطمع فيا. الا بغيتيهم ما يطمعوش فينا كتب عليا ورد مع الطراعه تهني راسك وتهنيني معاك قريب ان شاء الله. تلين تيموت بويا ما لقى لي فرح معايا. برا ولباس عليه غدا في الصباح نمشي عنده ومن هنا الحصاد الجاي نديرو العرس. منيه نقول والله وحق سيد احمد بن مبارك عمري كذبت عليك. بلا ما يلا هي بلاتي. عاد الله يبقى بيني وبينك الا ضيعتيها ضيعتيني. كوني هاني عمرني ما غادي نضيعها من غير رتقاد عمري يكين غير انا وياك والله. هذا عاد الله بيناتنا. لا يخطك عليا ربي ربي. يلا نمشي. شحال خاصنا نبيع وشري؟ خاصنا عمس شي 30,000 موجودين كما قلتي 15 الخمسطاش الاخرى غنكوكطو عليا دابا. الناس اللي استدعيتهم حضروا ولا باقيين؟ حضروا كاملين اسيدي الا الغزواني مول الكيف ما لقيناش. ما يسالش. اسمع اللي عيطت عليه دخلوا ليا بوحده ومن اللي سالي خرجوا من الباب الوراني. واخا سيدي. ودابا نده لي على كبير الفلاحه سي فاطمه. نعم اسيدي. تكرى الله. بسم الله. السلام عليكم. وعليكم. ياك لاباس نعمس؟ شفتي هاد المصيبة اللي نزلت علينا؟ واش عرفتي بعدا شكون السبب؟ لا نعمس. انتوما الفلاحة ديال القرينة. حاشا لله. وبحالاش نعمس؟ غادي نفهمك بحالاش. ماشي انتوما اللي جبتوا الزريعه من صباليون هادي عامين؟ يا سيدي ولكن الاقوى الزريعه البرانيه ديال الشعيريه سبب هادشي كله. وزيدون راكم بدلتوا العاده ديال الف البهيم وهادشي والي لك السي الفاطمي. واشنو المعمول دابا نعمس؟ تعويض منا الغدا في المغرب جيب لي 5000 ريال. 5000؟ هاو كي هاو 5000 ريال خرجتوا على 5000 راس ديال الفقر وباقي عندك الدرقوم باش تقول بزاف. انا يا قيدي يا وعد الخيري
خالي وانت جايحه. هذا المرض راه براني وانتم اللي جبتوه. ما عندكم غرض لا في كتيبه ولا في فلاحه، غرضكم غير الربح، التجار ديال الخلا والضيعه. وشنو المطلوب منا نعم سيدي باش نفكوا الجره؟ تعويض. احنا قدرناه في 5000 ريال وغدا مع المغرب. وانت قول لي واش قبيلة ولاد عمر ولات كلها يهودو؟ لا نعمس حاشا. يا علاش كتزيد في العدالات ديال الماحيه؟ تا ولات القبيله كلها سكرانه. راه هما اللي كيصدعوا لنا سعاده القيد. ديما كنقول لهم راه الماحيه مديوره غير اليهود ونصارى، وانتم بارك عليكم على البن وصيكوك. ابارك يا ولد الحرام، كون تصلوا بك الناس ديال الزاويه وتشوف حالتك كي غتولي، ومن اليوم ما غتبقى تبيع حتى كتره. ودابا غيمشيو معاك العساسي في فكودك والعدالات ديال الماحيه، وهذاك الحشف اللي عندك غيجيبوه لي لنا، وانت غادي تخلص هاد 2000 ريال تعويض على الخساره اللي تنكبات بها القبيله. حنا سيدي راه فكرنا في هذه العملة هذه وجبنا لك هذه المعاونة. وشحال؟ 300 ريال. ما قداش 3000 ريال باش حكمات القبيله. اوكوكا سيدي بزاف علينا يتوال عمر سيدي. و1000 ريال زياده من عندي على فهمتك المزروبه. كل ما فكرشكم العجينه ما تجيبوش انا ديك السره، على انا ما فراسيش اش كديروا في القبائل الاخرى. شوفوا غادي تدبروا لي دابا في التعويض ديال الخساره، راكم عطاره وعندكم ما تيسار. يلا درقوا لقوا وجوهكم. هي الاولى ما تعاودش يا سيدي ما تعاودش. فرج. نعم سيدي. الغزواني مول كيف جا ولا مازال؟ ما لقيناش. نعم سيدي. الصباح نبغي يكون عندي، كان في السماء ينزل كان في الارض يطلع. امر تعمل نعامه سيدي. والويله واش من الويله هذه؟ عندك تمسك على الشيء اللي قلتي لي قبيله. اشنو؟ بويا ياك قاولتيني باش هضر معاك. ده وانا راه ما كرهش نمشي عندو درك. بصح ولا عا كدير ليا خاطر؟ اما الصح تي اجي بلاتي. ماشي هذه هي الطريق ديال خيمتكم؟ غادي نمشيو نتمشاو شي شويه، كيعجبني ندير صحة القمرة. ها قاسو تحت القمرة ما نتعطلوش. ها أمي الباتور واحد شريبة الماء الله يرحم والديك. وهي الباكة وليدك. وهذا جن ولا اش بغى يكون؟ أشكون هذا اللي بغى يكون جن؟ شوية المسيح راه أنت خلعتيني. أو خلعتك؟ على اللي لابس هاد الكسوة عدو المكحولة يتخلعوا. خليني عليك الله يخليك. قولي يا السويلمي شكون يكون هاد الجن؟ انا جبدو ليك على نسيتي اصلي راه من دكاله. الجنون كيحكموه بسواسه ماشي دكاله. هيه عندك الحق، ولا اني الجن اللي ما كيبانوش عاد دكاله اللي يقدو عليهم. الغزواني مول كيف ما لقينا ليه اثر، وسيدنا باغي في الصباح اي ثمن. ولاش بغى هاد سيدنا؟ ياك ما توتب له وانا ما فراسيش. ايوا اش هاد الهضره؟ كنعرفك بس خلعتي يا سويلمي. صافي سويلمي لقينا الجن. العماله كواتني وزادت نبيا. الله يا سيدي الله يا بابا. يا عمر دار ما يمشي سلم على قبلو جاي عواله. الله يا بابا. فراق الحبيب جاني صعيبه. ييييي.
والعمالة كوتني وزاد سنوية الله يا سيدي تهنينا. تعرف دار القايد القلاوي في مراكش؟ ايه نعمس. هاك دي لي هاد البريه. انا مزوج العمس، انا مزوج العمس، نتزوج بها دروك الا قبلتش العمس. عمس صيفطنيش الحبس ديال مراكش واحد العمس. انا مزوج يا سيدي، انا مزوج. حيد عليا. انا مزوج. واش القبيله كلها من كوبا بهاد المصيبه؟ شي كيجمع ريالات وشي كيبكي وشي كيطلب لطيف وانت داير مقصر. حيد ومعامل مع وحده من الخدم ديالي. تهليتو فيها ها؟ اللي دار الدن بيستاهل العقوبة. وسي الحريفي ما دنبش؟ حتى هو دن. وعلاش ما فصلتوش ليه شي طرحة اللي تقدوه تشيط؟ كلام القايدة لالا. سير عيط لي على العبيد كلهم يشوفوا شنو ترى لطامو باش يعرفوا شنو كيتسناهم إلا ما حمدوش الله. واخا لالا. مزيان هو ياكل ويشرب ويتمتع ويتحنحن وتيلو حق الكلام تفزك غير ما يدير لالا ما عارفش سي عيسى والله لا خلاها فيه محوش شويه ديال طموع الدنيا اللي يخص خير نعمس وش هداش زيد 1000 حتى 1200 ريال نعمس عقب الناس داق الطامو كيسم المال على عسل نعمس ايوا شرف طامو طرقنا وشرف القبيلة ايش ما حكمت القبيلة انا قابل نعمس عفينكم عفين العدول عفين كابن سروب صاحبك فينا هو موجود نعمس ايش كتسناو نوضو حكموا على الغزواني راكم عارفين واش دار وحكموا عليه بالشرع والدين المحمدي حاضر حاضر نعمس اسمعني مزيان اش غنقول هاد الصندوق غادي القايد القلاوي وغادي معدو سلاح البارود وفلوس زرع نعمس غادي بهم تو بدل المليفه حاضر نعمس باقي شي حاجه اخرى ما فهمتيهاش كل شي مفهوم ومحبوك نعمس شحال يقدك ديال الوقت ونعمس شهر تال 40 يوم يلا من بعد 40 يوم غتصيب طامو كتسناك في النواله الله يبارك في عمر سيدي واو انساتي لا هنيا اش حب الخاطر وطويت الغيبه هاد الدور غير الجوله وتلاوي حيال لا هنيا واش مني هي الخبر اللي سمعنا على دوار السيسه هذاك الشيء بالمعقول يا لالا عرفتي الله ينجيكم نتوما وينجي البحيم ديالكم
وهذا المرض كي عادي تي عادي بزاف، وخاصة ملي كيكون الزمت بزاف كيتعاداو. واش نديرو؟ ايوا خص البهيمة لالا هنيا خصها تكون مطلوقة على برا خارجة للريح كيضربها الريح، فهمتي؟ وتبقى مسيبة. ويلي اش كتقول؟ هاد الكلام كله راني قلتو لدوار ولاد زايد، قلتو له كلهم، فهمتي؟ ودابا خصكم نتوما تكونوا ثلاثة أو أربعة تستمعوا وتبنيو الزريبة على برا بالعود، فهمتي؟ بالعود، بس بقى البهايم يبقاو مرتاحين مريحين وما خصهاش يتربط. ايوا هذا راه شغل الرجاله، حتى يجي ويتجمعوا ويدبروا. قول لي كاين شي ريحه؟ كاين شي عطور؟ كل شيء موجود يا لاله هنيا. عباد الله كيقول لكم القائد يا الولاد زي عباد الله كيقول لكم القائد يا الولاد زي ما تربطوش بهايمكم تيفوت هذا المرض. عباد الله كيقول لكم القائد خرجوا الخيل والكسيبة وديهم للزريبة العريرة. واخا نعمس. سوقوا الفهيم وانتوما من اليوم ما كاين لا سرحة لا سطوال، تنشوفوا هاد المنزلة. يلا تهرب فرقوا. هادي راه غزوة ماشي حركة، غادي نغفلوا ولاد زايد ونهجموا عليهم وندوا بهايمهم وغترجعوا منتصرين وجايبين معاكم الغنيمة، وكل واحد فيكم غادي ثلاثة البقرات وخمسة النعجات. وهذا ولدي سيدي أحمد، كلمتو بعد كلمتي وما تعاودش من وراه، سمعتوني؟ Thank you.
بين لي ما عجبك حالة مولاي. أنا عارفك هز دقة وسكت، ولكن كلام القيد واضح، حتى واحد ما يقربش يتلمس بيات. هاد الزين ما يدوزوش لواحد ولا وقت على راس الغزواني. تنديروك خالفتي كلام بوك وهو ما ادهاش فيك، وهي ما تاخدها بزمنه بعد ما وقع اللي وقع. علاش لا؟ إلا كتاب ناخدها بزز عليها ونحبسها حتى تنسى. تاش ما تنسى؟ تراح نقتلنا حبابها كاملين وتجي تا وتقول لي نساي يا بزاف. واسمح لي يا مولاي غير تبقى ديما تشوفك شوفت العدو. وهياش زين بيها بزمنها ياك هي غامس بيا. ما نقدرش ناديها لغزواني. ايوا هادشي يا مولاي راه ما كيتخادع بالدراع. اش عرفك انت يا ولا غير سيتوسعد لقوشك؟ مستحفظ رقوشي على مولاي. شكون اللي رجعني لهاد القبيله هادي بعد ما كانت كنوزها كلها بين يديا؟ وزيدون شكون اللي سخاو عليه فلوسه؟ شقى 10 سنين في الجوله والتلويحه. شكون اللي رجعني لهاد القبيله هادي وركعني على ركابيه؟ قطامو. قطامو عن طيزه سد فمك وعس علاش كتقول طامو برقيه. ودي انا كنضحك معاك الله يسعدك بها. خليني انا نشقى مع عمي ومكتوبي. انت علاش بغيتي تشقى مع عمك ومكتوبك وحنا عندنا 1000 حيله وحيله باش نطمسوها ونشدوا ليه العينين؟ الغزواني عندك تقول لي عاوتاني سحور البخور سير رجع لحالاتك. حاشا مولاي ما غادي يبرد قلبها حتى تهدي الثار ديالها. الثار؟ ايه. ومن من؟ من سي عيسى. بويا الا رجعتي وتقابلتي معها حاول تفهمها باللي انت وبوك ماشي على مريره وحده، وبانك كتسنى غير الوجيبه باش تغيز ليه وتولي قيد بلاصتو. وهكذا غادي نزرع فيها النعره ديال الثار وتبدا ترتاح وتميل ليك. واليوم غدا اليوم غدا حتى تنسى. ما عندي ما نسالك الغزوان. تبارك الله عليك. يلا رجع غير سير انت الغزوان. انا مازال باغي نبقى بوحدي شويه هنايا. واش غتعاوني؟ داكشي اللي كتخمي فيه. شكون انت؟ علاش رافد هاد الهم كله؟ انا من ولاد عمر من دوار البحادرة دوار السعيسة. داكشي اللي درني به أكثر من داكشي اللي درك انتي به. كنت سنى غير الوجيبة نصفيها لي. وعلاش؟ شنو دار لك؟ الحكاية طويلة من بعد نحكيها لك. المهم شوفوا انتي دابا اللي ما بقى عندك لحني الله رحيم. مرضي صعيبة ولد البحادرة. ولا عليك غير قولي اه وانا نوصلك ليه. خربقتيني. عاود لي على حسيفتك معاه. من بعد من بعد نعاود لك كل شيء. يلا معايا على كلامه.
قاد. راني سير نوجد القصاره ديال ليلى. معايا انا؟ ايوا مع رقوش. وقاس تقولها لي بوجهك حمر. كنت ملغ معاك الهويعه. هذه واحد القصاره نديرها سيدي احمد في الدويريه. ومع من؟ مع حاده الزيديه. الشيخه. هاديك هاديك طامو هاديك هاديك. اويلي دغيا نسات ولا التمره عاد قتلوا لها اهلها وخوتها وهي غادي تقصر. الا هاتي هي راه معروضه مولي احمد جيبو حري هاد الشيخات وهي حاضره باش يواسيها ويفوج عليها شي شويه. ايوا ملي كاينه القصاره نمشيو كاملين. ايوا زربي دوري براسك وتزوقي وتقادي. ايوا هاد الدويريه هادي راه ماشي قصاره ديال القاعه والكيف. باغي نهضر معاك. وفاش دير لي ضحك الضحك عليا انت غتاخذ لي طريم عند بوك. سمعي الليله غادي تبدا حركتي انا. ايوا اليوم راه عندي واحد القصار وهذا شي وحدين من عيال القبيله وكبار الوقت باش يعاونوني ويساندوني في داكشي اللي باغي ندير. راني معول عليك حتى انتيا باش تعاوني. نعاونك فاش غادي نعاونك؟ بغيتك تغني ليهم. واش هذا وقت الغنى؟ واش كتنز عليا؟ شوف هو القايد هادي مده وانت كتهري بيا حتى اللي ما بقيت عارفه راسي اش كندير هنا. بالحق ما تخافش بغيتيني غنغني غادي نغني. سمعتي انا الاخبار ولدك اللي دايره في الدوار؟ مالك؟ مالك اش كاين؟ دخل عليا بحال العجاجه. اش دار هاد ولدي مالك؟ جاب لي شيخه من ولاد زايد ومن السبايا ديالي وقصر معاها في الدويريه. وبلا حيا بلا حشومه جمع عليها كاع ريوس القبيله كلهم وطلقها تغني وتجمع فيا انا سبان. مال خلات فيا غني نسيت. ها ويلي واش بغات تكون هذه اللي تخطات الحدود؟ ها؟ وعلاش محوجها سيدي احمد؟ بلا سيدك بلا قرينه كحله اللي ضربوا فيها وياها. قالك حقا ما حقا تيبغيها وما يمكنش يتفرق عليها. والكلبه السافه اللي ركبتو على صغوري يتعقلو ودارت لي ضحكه قدام الرعاوي. بالحق عبيات عليها عليا من اليمين باش يحلفوا القياد بحالي. يا انا ما فرستك فيها هاد الليله هي وياهم وتا ولدك معاهم. لا ولدي لا تحرك. اليوم الروض ها درنا لكم الهمه وردينا لكم بحال بنادم. ما كاينش فيكم اللي ما خدش حقه. كانت مقرات وخمسه بتعجات والبارح تردوا فعلنا ما يسواش. درتونا قاتلين خوتنا محلين الحرام واكليناش واكليناش السحمه. ها انا اللي محرف بيك ودير فوش دم وتلفوا يكم تنتقتي حاضر معاه. كمل انا واكلاش
الغوتي يا كاع كنتو مقاسين معاكم البارح وسمعتوها اش قالت فيا ما كنت سكتو وتا الخوذه دوي امشي من هنا انا وياك ديك السفر جينا هذه هي اللي قبحات الفعل ديالنا هو دابا جا الوقت باش تودعوها قولي انت انا وكلاش كل جيفة شي تعال مني هز الكلبة ويحاف البردوس حتى تموت جيفانيت لا مالا نعمة الا مشورتي وقياس حاضر نعبس جرب الكلبة جرب سمعوا أولاد زين من نهار هجم علينا عيسى بن عمر وسبح بابنا وداك سيفتنا وحنا ما قاديش نهزوا العين في بعضياتنا ولا حتى نتسالموا حنا اللي تحاربنا سنين وسنين مع قبيلة ولاد عمر وعمرهم ما داو منا لا حق لا باطل كان نهار عليهم ونهار علينا وانتم الا رضيتوا بالدل وقبلتوا عليه راكم ماشي قبيلة ولاد زايد اللي كنعرف والدكالي حتى فين كنتي نهار الغزوة خليتي حتى السويل مي خوال الخزين من العدة عاد جاي تخطب عينا حيد عليا من فين غادي يا سي عباس جلس وحدك شكون اللي منعك شكون اللي تعطى بالاول انا ولا انت انت شوف حالتك كي دايره كلشي تيعرف عيسى بن عمر غدار ودابا عاد زاد وعاد سمعوا القبيلة إلا بغيتوا نردوا العز ونهزوا الراس خاصنا نديروا ليه ما دار لينا نهجموا عليه كيما هجم علينا غادي نحركوا بالليل ونحرقوا دوار ولا جوج وندخلوا دار ونفرتلوها وناخذوا العدة وإلا لقينا الوجيبة مواتية نصفيو هالبابا مرة واسيان خليونا مجرجر الهضره الله يرحم الوالدين واش كاين اللي غادي يوقف جنبنا ولا والو واش كاين شي عدة وبارود ولا باغي ديروا ربعه ديال الشفاره الاخوان شي بقراو ولا طور يجي تخبى عندنا احسبها كيما بغيتي يا سي الا كانت حيد الظلم وتحمر وجهك ووجهنا قدام القبيله كاملا انا معاك الدكوري وانا معاك الدكوري بارك الله فيكم راكم عارفين الحركه شنو خصها اللي عنده عود ولا عوده ولا حتى بغلا يسلفها لنا واللي ما فحالوش يعاوننا في شعير ولا فول ولا حمص واش هادشي اللي نديرو نخبرو به القايد ولا لا انا لا كان عليا بلاش القايد راه كبير في السن وصحته قلالت شوفوا الجماعه القايد ضربوه على حسابي وانتم الله ينصركم ويغلبكم على من عاداكم كما قالت حاده انا عبد العبده والعيسى بن عمر لا ومالهم صدعوا مع اش بوحال راه داك الغزواني هو اللي مزعمو عليها ومازال كيخبر عليه غير خليه بلاتي دابا يوصل الحساب مولاي احمد مولاي احمد وانت راه هي اللي زربت على راسها عيراتو ونقصت منه قدام القبيله هو بغا يدوز عليا حتى غنصفي لها بالما يفنى الباكور واش ولدي سيدي احمد ينجس منها بالمره بغيتي نصيحتي نعمس هو ما تقتلهاش وعلاش الا ما تحدى غيطها ما غاديش يموتوا ولا ما غنيتهم ربعه الخلده غادي تعنيهم ربعه اخرى واش غندير وحاول تقرب ليها وتوعدها بالزواج انت واش كتقول يا سوس راه الا تزوجتيها ما غادي تصبح ليها قيمه وغادي تصغر في عيون الناس اما الا قتلتيها غادي تكبر وعيوتها غادي تضيعوا بحال العافيه في الهجر الكارم وتصبح زعيمه والناس يكتبوا ويغنيوا عليها
عندك الحق، الله يعطيك الصحة. يلا سيدنا أقعدك الطيور. اي 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 تمنى شكي واحد بوعميره دخلتنا مع الطيور. اش معك؟ هذا واحد بوعميره كيشوش علينا الصيده. شكون فيكم يصيبوا بلا بيقيس الطيور؟ وعندي لي هديه على مانتا. هلا نعمس نجيبو قدامك على راسو. يلا سيدي ورينا حنتي. وكي جيتك العمس الله يعطيك الصحة. تعال سيدي أحمد شوف مال وانت مالك جبلت يا سيدي أحمد. ها كحلت يا الغزواني مالي؟ شدك تبينتني يجب قدام القيد واتباها به ودابا راه بغاك تموت الغزواني. داكشي اللي قالوا لي عيني. واش كاين شي واحد كيتحدى القيد قدام القبيلة بلا ما يموت الغزواني؟ تسير تقول عاد كتسوني لاش جفلت شهد على روحك الغزواني. قلت لك شهد الغزواني بات العشيطة لا مولاي الغزواني. قلت لك شهد تقول عاد ولا فطر راجل فانا الغزواني يو فانا الغزواني اسمي العشيطة. غرب الغزواني خوي البلاد وانا غادي نطلق واحد العمارة في الخوة وغادي نقول لهم راني قتلتك. وطامو صخوت الوالدين هذا دير شي نهار وجي خطفة. يلا خوي البلاد الغزواني يلا. شهرتين الحبس
هذا ولد الكلب. ما عرفت كيفاش ما عرفت وعلاش انا ندير كذا ولد الكلب؟ ها شي عام زوين ديك عليه راسو العار فراش سير كلم لي السويد مي دابا وقول يجمع العساكر والعساسه كلهم. نعم اسمي كل واحد فيكم يمشي يدي فرقه ديال الخياله وما نبغيكم شي ترجعوا بلا بيها. الا في السماء تنزل ولا في الارض تطلع واللي رجع فيكم بلا بيها يحفر قبره ميدو. يلا تحركوا. حاضر نعم اسمي. هنا قلبت وجبتي الحلال وصلت لها دارو والدخل اللي داخلك. سيدي احمد راه ولا بحالنا مشير خطر لي كون شفنا شي حد ولا حنكون معايا. غادي الزعيم راه ما دايرين لك جوج جاوي تخريجات غير ما تكوني هربتي وحدك وتهربي من الدور وراه مصيفطي لكم دوار هسا وانكم سيدي احمد هو اللي خطفك وراه مشددين عليه هسا. علاش ما شكوش في طامو هي اللي بقات ديك الليله مخاورة الكامل؟ ما كاين حتى شي حاجه اللي كتدل عليها. الكاس اللي لقاو معاه ما جايش من الكانون جاي من دار القايد. ايه وانت اش غادي دير؟ غادي نتسناو حتى يوم التفراس والتسوال عاد ديك الساعه نشوف واش نديرو. ايوا سير سير وخليها تريح ذاتها شويه. يلا يا خويا لكم السلامه. حذركم وبلا ما نوصيكم عندكم تا يحس وحتى انت خفف شويه رجلك عليا راني مرا وحدانيه واخا حتى هذا نهضر. سلام عليكم. شوفي يا اختي من نهار قتلوا لي الغزواني وانا حياتي ما بقات لها قيمه والقايد وخا يقطعني طرف طرف ما غيدي من عندي لا حق ولا باطل. صافي عطيتي حماك تسولني ها يدوي في حال ما واش نقول لك اسيدي ما خلينا حتى موضوع وما قلبنا ما خلينا دواور ما خلينا قبيل ما خلينا الغيب ما خلينا وما خلينا من وحدنا كبار صغار وحتى حد ما شافها. ومشيتو قبيلة ولاد زيد؟ مشينا نعم اسيدي فلينا خيمة بخيمة وتقول تا دابا غاترجع ليا غاتخلي فرقة وحدة ضاربة العسى على الدار وما تخلي حد الحجاحة وكاع اللي جالس بعدو ما يدير تا قلتي نعم اسيدي وما تخلي لا نوالة ولا سريبة ولا ضرك وما تفتوش. حاضر اسيدي فهمتيني؟ نعم اسيدي ودي معاك دراري وكلاب. حاضر نعم اسيدي وكل موضع دستيه دست فيه عين ولا جوج. نعمس 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 جوج كتابات نعمس واحد من دار المخزن والاخر من عند ابو احمد. واش نبدا من الاول نعمس ولا الراده الراده واخا نعمس حتى ندخلوا واخا نعمس. شت كتاب باقينا؟ بغيت نقول لك نعمسي هذوك العيوط ديال حاده اللي كتقول عليك نعمسي واللي ما فيهم ما يتسمع داو كالفقع. وفين داهم؟ فين ما مشيتي؟ في الأهراس عند المغنية في السواق عند الحليقية فين ما مشيتي؟ كل زنديق لقيتي يغني في العيوط ديالك طال بغراف. شوف إلا باقي تخلق السمن راه غادي نقطع رزق بوك. انهار الشيطان سيدي البشير واش حنا بيناتنا الغدر؟ هاي هاي شوف راني علمت الخدامة باش يعلموا عليها القلول ديالك. أهلا على نهار كبير هذا دار سي إشارة بغاو شي شرابي. واش وقف كتصنت ليا؟ يلا شوف راه ما كاينش اللي غادي يفكنا من هاد المصيبه من غير كون هاني معتاد ولاد حريز ان شاء الله. راه هذه هي الوجبه
ما حد سويلمي هو وصحابه مغادرين البلاد ياك لبستوها وقديتوها اييه والكبير واش جمعتوا الحويجات وين ساليتوا تكلوا على الله قول لي واش غادي ترافقنا انا غادي غير نقطعكم ونرجع سمعت بلي صيفط للمسيح يجمع كاع الشيخات ديال الدوار راه فرق شلا مخزنيه ومقدمين كيتصنتوا على الناس وويل باباه اللي لقاوه كيغني كلام خربوشه يلا يلا نتكلوا الله يلا فقرة ديال بو احمد ديال الاولى نعمس ما تحشمش ها واش كاين شي حاجه كتسبق دار المخزن قرا كلام شوفها وقولي واخا نعمس سربي لقد بلغنا وافر من الشكايات من قبيله بني زيد المنضويه تحت قيادتكم على اقليم عبداه وعمالات المحروسه اسفي بسبب اعتدائك عليهم ونهب بعض املاكهم وبهيمهم وسبي حريمهم دون موجب شرعي بما أمر به الباري القادر وبذلك يتوجب عليك رد الحقوق إلى ذويها بوصوله إليك وفد لنا على عجلين واحدة من إمائك الحاذقات من نأمنها على خدمة مولاتك أم الحر وبه الإخبار مع سرعة التنفيذ والسلام ومصيبة هذا شكون يكون شكابين السلطان؟ الله أعلم من عمس ديور هذا فاتوا العامل والباشا وصلوا حتى لدار الشرفة شو انت غادي تجاوب سيدنا وتقول لي بلاتي تتعرف اش غادي تكتب وتقرا لي البراد الثانية واخا نعمس حاضر نعمس يلا اسمعوا عقل عدون قول سيدنا بعد البسمالة وتقديم فروض الطاعة والولاء إلى آخره إلى آخره أننا إحنا ما تعدينا على شي حد وما اغتصبنا حقوق شي حد وهذاك الشيء اللي جناه من ولاد زيد ما هو إلا قيمة الضرائب السنوية اللي خاصهم يدفعوها للقصر بحالهم بحال جميع القبائل وعامل ديال آسف المحروسة سيبن هي ما راه في راسه كل شيء أما الخادم المطلوبة فهي غتوصلوا في الوقت المناسب باغي يفتح لك واحد الفتيان عمس قول افتاوي لا عزهرك العمس نصيفط واحد الحاد دار دار المخزن باش يلاه تربى مزيان ميمتي ميمتي بيبن بحال الزمانه حاد لقيتها تانا ها وهنا كاع كل لقيتها نديرو كاع كل لقيتها غادي نجازيها ونصيفطها تعيش في دار العز والنعيم بعد ما شبعت فيا السبان وشوهتني قدام العادي والبادي راه با احمد في الكتاب الثاني العمس كعين لنا قيمه الضرائب والمكوس والاتوات والتاريخ حتى هو وشحال بزاف سيدي 10 مرات قيم الدفع الاخرى 10 مرات بزاف وراه كيبرر هادشي نعمس بانك اصبحتي من القياد الكبار والحدود ديالك تعدات شياد مو دكاله وهياش نعمس سيدي وبلغاتو قيمه الغنيمه من الحرب على ولاد زيد اها ونسهبوا الجفاف والطاعون والمرض الخبيث اللي ضربنا لا لا لا, لا. هذا ابو احمد من حد واصي على مولاي السلطان غادي يريتنا وكيذكر بلي السي المنبهي راه طالب 3000 فارس مجهزه باش نعمس يعزز دخولو بها الفاس وتازا على قبال باش يردو تمردات ديال القبائل التائره شوش غدير حاضر نعمس سبق لي هاد المنبهي وقال لي قول واخا نعمس واش حنا احتاجينا ليه ملي ناطلينا دكاله وشيادمه يا كبر متهم على الارض وركعت كبارهم وصغارهم وبين لي واش كاين غاسي عيسى في بلاد السعيده حاضر نعمس وانت اش كتكتب واش باغي تخرج عليا تصيق هذاك الشيء اللي تفوتو بين عمس كنكتبو وبالحرف وراه المخزن هذا وبي باش حنا واقفين نوض في الطلبات ديال بوحمد راه بزاف نعمس راه دار الخزين ما بقاش قاده تتحمل كل شيء هالطلبات نوض تا والسويلمي وديو معكم فرقه ديال الضاربه ودورو على الهريه واخا نعمس وما تنساش كتب لبو احمد تا هو يجود عندنا بشي ظاهره عين ولدي سيدي احمد عامل على مدينه اسفي لعله وعسى ينسى هذيك الشيخه واخا نعمس حاضر نعمس يلا نودو ما
راديو هذاك شتا هاد الشيخه العيديه باقا كاع ما وصلات. ولد غانم اخويا. ولد غانم مال هادي خيتي تعطلات؟ راه مقاولة 16 شهر تاع الايام هادي ما قدش طيح الكلمه ديالو. اها يوم اللي عطاتني الكلمه انا حتى كتغدى وز عرس تاع 16 البارح ودوز الفرح ديال السي عيسى الليله. باغي تقولوا لي دابا باللي فضلت 16 على القايد السي عيسى؟ ها وكذبت علينا؟ سمعوها كونوا مشهوده. نسيح لك من الفراجة وريح هذه تيدك يلا ما باين. نقول لك العمس شفتي هذيك الشيخة العيدية؟ قول ليها تبدأ قول ليها قول ليها. لا العمس هاد العيدية خاصة تربى. شفتي فعل الزيدية فين وصلنا؟ صرات علينا العادي والبادي. انا العيدية. شكون العيدية؟ اول ما عرفتينيش تاتي معرودة. اول معرودة انا الاولى. معرودة تي الاولى وجاية تي الاخرى. هادشي اللي عطا الله. هادي خيتي باقا ما جاتو. راهي كي داز العرس عاد سطار بخير وعلى خير. شكون السطار؟ انا كاع ما عرفت هاد السطار اللي كتهضر عليه. ومالك تعطلتي؟ عاد لحقنا. ما كنتيش البارح في الزرق خدامه؟ لا سيدي اكدو. نلقى الدور العمس تهلا فيهم. وضح لي الباب. اسمع اولاد عمر، الشكايات ضدنا راه بدات كتوال على دار المخزن بحال ما عرفت شنو دايرين، وخصوصا هادوك ولاد زيد. واللي زاد كملها وجملها هذيك السفاليه اللي كدور في التسواق وعند القياد وكتفضح فينا وكتقلل عارضه علينا. كمل لهم قول لهم اخبار انت. وين عمس الشيخه حاده الزيديه مشات يا وداك طامو عند القايد العيادي رموا عليه العار وباقا نعمس لدرك لدرك كتغني هذوك العيوط اللي على بالك. ياك سمعتو ها يا انت قايد العسه ديال الوين؟ نوض نوض جمع ليا 500 ديال العسكر وخليني نحرك الولاد زيد نتموم هاد الليله هاد وقدم كذا هاد المرات باش نحرك القايد العيادي. سمعتيني؟ ها انت شك سكتي؟ بغيت نقول نعمس سي راه ما بقاو خير. وين مشاو؟ مشواركم نعمس صيفطنا واحد 100 ديال الخياله و1000 بلا خيل السي المنبه الفاس باش يطوع هذوك الناس ديال القبائل ديال السيبه. واحد 100 عود هديه المولاي السلطان وداك الشيء اللي بقى نعمسي يلاه جدنا نحميو فيه الدار والقصبه. وتقصيصه مسوس عندنا العمس باش ندرحوها ياكس. اي نعمس. اسمعي يا بنت الناس، هذه مده وانت جالسه عندنا معزه ومكرمه وما خصك حتى شي خير، تتغني كيف ما بغيتي وما مسكحتش. واش كاين هادشي ولا لا؟ عارفه الشريف وحسن محينك داكشي اللي سمعتي مني ما هو غنى ولا قصاير. راه شكوى العالي رفع ليا ظلم كافر بالله وجازي على فعلو. سمحي لي كتعيري وكتنقصي منه هادشي كلشي وصلو ولا تهمني بانني كنحرشك. حاشا سيدي انا غير شوفي يا خربوشه، البارح راه وصلني كتاب من عند القيد السي عيسى بن عمر كيهددني فيه. سمعي اش كيقول فيه. قراسي المفضل. الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وصحبه. الى اخينا القيد ميلودي بن هاشمي بن مبارك العيادي
بلغنا أنك آويت المغضوب عليها من طرفنا الشيخة حادة الزيدية بعد أن أساءت إلينا وإلى مولانا السلطان بأبشع السباب وبديء الكلام، وخرجت عن طاعتنا وألبت علينا العصاة والأوباش، وما زالت تعيت فسادا وفسقا بعيوطها الوقحة في منطقة حكمكم وبإيالتكم، ولهذا أعزكم الله، سلمها تسلم، احتفظ بها تندم. إيواش ظهر لك؟ نزيدك ولا بركة؟ هو كي يهددني شرح من له. الله ياخذ فيه الحق، الله ياخذ فيه الحق. اسمعي لالا حدا، انت يا مراه احسن من 100 راجل ورجل، وما تبغيش ليا المضره. ولا عليك سيدي، غير تهدى الوقت ونقصد الباشا ديال مراكش، نشكي ليه برزيتي والضر اللي صاب قبيلتي من القيد عيسى بن عمر، الله يرزي في ضوء عويناتو. اش غادي يقضي ليه الباشا؟ راه القيد السي عيسى بن عمر ولا وزير وفي ظهير شريف. وزير؟ نوضي فكري لك في شي حيله اللي تفكك وتفكني معاك، انا ما خصني لا صداع لا مع هذا القيد ولا مع غيره. لكن ما عنده باش يفيدنا. حميتك لما تلقى منا خلنا نمشي حنا دايرين. انا لا غير خدام، قال لي القايد نحبسكم، انا حابسكم، قال لي نطلقكم نصيبكم درك. ويلي شحال هذا حنا مرميين بالحكام في الاسرح، انا مزوقه في كاس الشاي، لما فاقدوا منا لا فاقدك الشهاده. يا سي الشاي فاقدوا فينا كل انسانه. هذا كنسى شي حاجه، هذاك كل نهار تيسولني عليكم وتوصيني باش نتهلا فيكم. تهلوا زين، الماء الخبز ولا شاطوش تميرات، نضلوا نشموا في ريحه الحواله كتشي وحدانا. انتم الشيخ راه عندكم الزهر، راكم كتاكلوا الخبز والتمر، اما الاخرين لا ما لا نعمه، وكاين فيهم اللي مات راه باقي كاع ما خرجناه. حاولنا كنشموا ريحه جيفه جايه من جهه الشرقي كتقلب. هذوك جوج مولات زايد ماتوا هذه 3 ايام وباقي ما جاناش الكلام باش نخرجوهم ولا ندفنوهم ولا نلوحوهم. وعيب عليك، دفنوا الرجاله. وانا مالي، انا خدام، اللي قال القايد ديرها كنديرها، خليهم تم الله وخايدو دوم ما نمسهم. الله يخلي في الشريف، اسمح لي الا تقلت عليك. العفو بنتي، ما درنا غير الواجب. الملاحي. نعم سيدي. خذوا فرقه ديال الخياله ورافقوا معكم خربوشه واللي معاه حتى البنقرير، وخذوا السلاح اللي يكفيكم وردوا بالكم، راه امانة في عنقكم. كن هاني. الله يجازيك الشريف. مزيان 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 مزيان. ودابا سير عيطي على الشيب. واش عرفتيني؟ هاك ما شميتي شي ريحه ما عجبكش؟ كنشم ريحه الجيفه. قيله قيله الشايب قيله، وخليها تقول لي بغات وعدرها.
ثلاث ايام هذه ما توضات ولا غسلات، والعطار راه كيشمع من قرابو. واش قلت يا حد؟ شحال الميت ما يقول قدام غسالو؟ واش غادي تربطي هذاك اللسان ونشقو مريله جديده، ولا غادي تبقاي تزندي في عيوط كشتايمك؟ واخا تلصق السما مع الارض، ما نساش داكشي اللي درتي في اهلي وقبيلتي. الله يهديك يا حد، رانا ناوي نصلح اللي فات، غترضي عليا؟ لا بن عمر، الطفله الا خرجت من الفم ما كترجعش. ألطيف ألطيف ألطيف، لسانها مضم الكمية وعيوطة بحال. سكت شوية، تا شكون دواك برا؟ عطيني تسع وتانتوما برا. يلا شكت سنة برا. عاف شوية وعندك الشرق ليك. يوم كي على الحال هادشي اللي بغيتي؟ شوف القايد، واخا دير معايا اللي درتي ما نرطاب ولا يهدى ليا بال، غير الا ما نتقمك بويا وهلي وقبيلتي في داكشي اللي درتي فيهم. الله يهديك يا حاده، راه كنا كنغلطوا وانا مستعد نصلح غلطي، ولا بقات فيك حركه الحسبه انا لالا مستعد نهدي لك عبده كلها ودكاله ونزيدك حتى الشوقه الا بغيتي. مساوية لطحت العيطة تضيع، والميزان اللي تهرس في التعريضة القفلة تفشل. واتي واش عندك كل شي عيوط وقوافي؟ ما تعرفيش تغيب كلام سقم. العيطة وكحلتي وكلامها بارود وقرطاس، إلا قتلتيني وطحت من لساني غير يرفدها. انتي علاش عليك بهذا الشي كله؟ مالكي خارجة من راسك وحبس الوقت من نار الغزوة؟ بارك لله ما تبقيت هدي ليا بهذوك العيوط، راه ولا كيغني لي سولي ما يسواش، وحتى السراح في الخلاوات. علاش ما تطفيش هاد العافيه بلا ما تحرقي النار؟ انت اللي زندتيها ما طفات تولي انت رمادها. علاش البير هنا والملهيه ولسان هنا وتزغريته ليه؟ اعطيني قوتك ونحلف تنصاوب دلوك من عود الند وعطورك في مطار بالبلار. وخا تنسج وطري من زغب الطاووس وقوس من ضير قمرة، ما تحلى ليا كلمة ولا تقاد ليا نغمة، تنختم عليك بثلاثي وربعي نسيل دمك ولا ما تحس به. لا لا ما كاين، بس علي اليمين تنعاود نربيك. عقولي دابا اللي بغيتي. عراش شوي سوني عمدي نعمزي نعمزي عندك الكلمة تاني. نعم أسيك. شو انت؟ نعم أسيك. دوز على البيضة وقلت وجد لي الدوي لي السوق جاي، وما تنساش في طريقك كلم المسيح والعدول بالعطار وبن زروق وقولهم طلعوا هذه القبة. حاضر نعم أسيك.
ولاد الزيت يا ولاد الخيل والسياد، واش شفتو ما شفتنا؟ شفتو خيولنا تحلين غرين في العلبة جاو مساوين، كل خيمة ولد تعلم ونوضو نوضو تحزمو، كونو رجالة حربوا البارود والكمية والعقد، ووجو الشفا راتغا راتغا وتجبر دقت شورة ودور حرق خيام ونويل من الشباب الود. الله قالك سيدي ردي فيها الروح وتهلاي فيها. كون هاني غادي ندير معاها جدي. شربي هاد العشيبة تيردو فيك الروح. شربي بنتي شدي رقوش. عم لا نودي سيري شوفي شغلك. بركة من البكا بنيتي، راكي قطعتي ليا قلبي. لو كان البكا ينفع كون فاني أنا قبل منك. نهار اللي هدوني ليه وانا باقي حليب امي بين دراسي وفركوني على اهلي وحبابي. صبرا بنيتي، هاد الزيديه اللي قدامك حتى يا راه مطعونه وهز الهم اكثر منك. بزاف ما تديري بيها بنتي. الزين سلاح، سلاح في يد الحرة، أما أنا غير مسبية خادم حسن بلي. لو ها بنيتي اللي خدم عقله وتسلح بالصبر عنده ما يدير بيه. أم البيضة ها ما فهمت والو. واش عرفتي علاش عيسى بن عمر خلاك حية وأمرني أنا باش نتهلا فيك؟ باش يقصر بيا وبزز مني مرو باغي يعرس بيا. هي يا بنيتي باغي يعرس بيك. لا لا يحييه يعرسو بيك لا إن شاء الله باش يجي في الآخر. رقوش شكديري هنا؟ والو ليلى يلا دخلي هزي ديك الصينيه من تما وجدي العشاء لالك. ايوا خلالا ايوا حاده وجدي راسك. راه سيدي غادي يدير واحد العراسيه كبيره وغادي يعرض فيها على القبائل كاملين. محال واش هاد خربوشه غادي تقبل تزوج به. ف
واش هاد الشيء فيه تقبل ولا ما تقبلش؟ غادي تقبل وخنافره في الارض. هي هو مالو على الزربه؟ لاش بغى يدير دابا العرس في هذا الوقت؟ ومال هذا الوقت مالو كي جاك مالو؟ الوقت سايبه الغوت كل قمت القبائل النايضه والنصارى او شطح غف عرسهم فين عمره هو دا في الحركات ولا في السيبه؟ قالك غيتزوج؟ ها هو غيتزوج. هذا راه القايد عيسى ورجاك في الله. اها ايه واشنو صايبه مول البيضه هادشي اللي كطلبي مني؟ ما بقيتش قادره نشوف كمارتو، نشوف الموت والعذاب ولا هو هاكي هاد المزيود تلقيه في عبونك راه فيه السم اللفعه الصحراويه نقطه منه زهق الروح تمتم راهي لينا الاولى. لا هذا ماشي ليك، هذا على قبلو عطاني العهد ما تخدميه الا فوقتو. غير كوني هاني مول البيضه نحلف لك برواح هادوك اللي ماتوا وبغدر بن عمر يا ما نجبدو غير لما نفعت معاه لا حيله ولا عار. على سلام سيدي. مرحبا بك سيدي. عمدرا كدير عروسنا؟ بخير وعلى خير سيدي. وفين وصلتي معها؟ وسيدي هي راه موافقه دابا نشوف. قولي الرقوش والعنايبر وجدوا الصاله الفوقانيه. هي الأولى سيدي، هي الأولى. كاش كاين أحد؟ واش بصح الكلام اللي قالت البيضة؟ رقوش عنايبر بيضة نمشي حنا نرتاح واحد شويه. وتخدم يا سيدي لا باغي تخدم اخويا 3 ايام هادي باش الناس ولا كحلنا بيه وتخدم ولا غادي نعيط لك على الشايب سخنا اخويا طاير زعما قال لنا العصر. ايوا توما اربع لي مرادي وجدوا راسهم يالله. لا 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 على الزين البنات ربي يحجبك ويحفظك راه الليله اللي تعرسك هاي
هاري خبي لك هذاك الشيء. لا تبارك الله تبارك الله على لاله خربوشه، اش كاين موجوده؟ لا كيفاش لا؟ قلت لك لا هي لا ما موجوده. ما موجوداش ولا لا؟ راه الليله ليلتك الشيخ راه كيعرفاهم والعيوط كتعرفي تغنيهم، واش بغيتي تاني؟ بغيت نعرف ساسي من راسي. الا لا خربوشه رانا غير عبد مأمور، واخا انا اللي مسؤول على الشيخ سيد القاير السني، وراك باش تجي تغني وراكي سمعتي وعارفه كلشي. هانتي القبائل كلهم كيغنيو ليله ليلتي لو كثر وكلهم دازوا غير باش يخليو لك لويلتك. اسمع نسيه، سمع عندي معاك هضره، سير قول داك اللي مصيفطك قال لك لاله حد الزيديه يمكنني بخربوشه، واش انا غادي نغني قدام الناس بصيفتي مرتك ولا شيخه بحالي بحال الشيخ باش نعرف راسي اش ندير؟ لا لا راني مسؤول. على خلا دارك شكون انت؟ انت عبيطك وصاحب حاجتك، خرج درك عليا كماتك والله ما تزعزع من هنا الا ما جا عندي هو بدمه والحمويله برا. لا ماشي هذه راه الليله ديال خربوشه هذه. على حتى غنات خربوشه راه حنا غادي نسمعوا الحيطه على قواعدها وكلامها وحبها مسقم. وشحال هادي وانا مشغول في هاد خربوشه هادي وباغي نسمعها. تغدي تشوف وتسمعها ما القيد غادي يزين بها الليله. انا مالا هي الاولى راه هادي هي عاتو. شكون عاتو ولا ما عاتو؟ انا كنقول لك غادي تجيبوش بها وتقول لي عاتو. وسير سير الله يجيبك على خير. القيد راه كل ليله يقصر بمراه يتزوج بيها في الفجر ويطلقها في الصباح. خربوشه هو الوتمان. يلاه سيد لبالي وفرجوا لاش كتسناو؟ لا نعم السيد تجي خربوشه عارفين هي المعلمه ديالنا. مزيان أراو بعدا شي سرابة ولا شي تعريضة بين ما جات؟ لا نعم مسكين شي عرفة تمشي بلا علام والتعريضة ما تكون بلا سرابة. عارفين دابا هاد العيوط اللي غتغنيهم هادي حادة؟ معلوم عارفين ومحافظين وموقيلين معاه. مزيان راهم ربعة العمالة حاشي فكريلي كبت الخيل على الخيل والرادوني، وإياكم زيدوا شي وحدة من غير هادو. ونهاني المسيح حنا حافظين صورنا. معدي ما يسالك أراو دابا شي وجيبة بدلوا عندنا هاد السكوات بين ما رجع سيد القايد. يلا ساوي ساوي يا الغوت سيادنا. يلا تشو واش هادي نيت خربوشه ولا عينيا كيكذبوا؟ بعد مني. علاش اش درت؟ ما عرفتيش اش درتي؟ نسيتي علاش اتفقنا؟ فقديني الله يفقدك في الشهاده، راه العفله عايشه على عليا من كل جهه والوقت خايبه. دروك انا غادي نخرج نغني بصفتي مراتك ولا شيخه؟ ومرتي وشيختي وشيخت الشيخ والقبائل كلها ومرتي بلا لا يطريه ليا. الا بغيتيني نكون مرتك بصح وفي كلامك بشرح كيما قاولتيني به. فقدتيني الله ينعل الشيطان ويخزيه. بيضة. نعم سيدي. كلمي الفقيه ولا خليك وصيفتي العنايبر لعل وعسى تحتاجك لالا. يلا فتح نامس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يلا نوض الحاج الفراق وتعشى وتفرج. نامس الله يجعل كل شيء مبارك مسعود. نامس الله يجعل كل شيء مبارك مسعود.
لك بقيتي على خاطرك. ومن على الجواج الزربة اللي ما حضر لي حتى شي حد من هلي؟ وشكون قالك ما حاضريش؟ ها؟ حاضرين كلهم، وحتى قايدكم بن ملوك تاقو حاضر مع الضيف كبار، وقبيلتك وهلك تعلفتكم تلت ايام هادي ويا تبور، ولا بغيتي تزيد تغدى تزيدو وعلى قولك. لا يخطك عليا قايدي. وانتي الله يحفظك ليا اخري بيشتي، وباش تعرفي صدق كلامي ومعزتك عندي وانتي ماشي بحال الشيخات، غادخلي للفراق دخول الاميرات عروس الاماره. قول سيد القائد من هنا للفجر كل شيء يكون موجود. سيد القائد بغى الشغل يكون موجود قبل الفجر. نقول له نعم سيدي يكون هاي. اجي. نعم. قلت له هاد الهضرة شي حد دخل. وتقول. وهذوك اللي معك؟ هادوك على حسابي. مزيان. ما عندي ما سالك.
ما ديروش الحس. الحاجة الأولى العساكرية والثانية القيد. الله يكون على بال. اسمع راسك قد أسيدي قد يا برد كلب الآخر ضربها بركدة. لا نعم صغير تذكمع بالخطور نعمس ديات المشحوم عن الشيب وحط بلاصه واحد آخر. على راسي سوين من ندير كل شيء إلا الشيب لله يا بالكلب الآخر سيدنا دار فيكم تقوى وتضربها بركدة. على راسي دير عن الشيب. على راسي سوين منك نقتل راسي والشيب لله مزيان بلاتي أرى الفردي هاك يلا سر براسك بارك الله على المعلمين ياك ما عيتو ناي نسكتي وجعنا العامس دابا تاكلوا حتى تشبعوا دابا تمشيو ترتاحوا وجدوا لي واحد تخليطه تكون مزيانه يلا تحرك تحرك قعد لا ترتاحوا وتاكلوا يلا تحرك يلا يلا عزيد واه شنو باغي ياكل تيبع تدعو تغطيك وخيت لك اليم واليام اليم يوم القرى والظلم وفينك يا عويسة فين الشل والمرشل هل غيرتي من عبد هل صفيتي من سياد بلا شفقة بلا تخمام ويلي حركتي الغلة وسبيتي الكسيبة وسكتي نسا كيف نعم يدلتي الصبيان بالعرام ويلي كي الشيخ كي العبد كي المخدم يعملك طولي السلام وفينك يا عويسة وفين الجان والمرجان ويلي عديتي وخسرتي الخواطر ظنيتي القيادة للدوام سيد ما بقى له شان والرعواني زيتي القدام سير عيسى بن عمر يا وكل الشيفة يا قتل خوت ويا يا
مريم ويا مريم سكتوهم عليا قتلوهم قتلوهم عليا غبروهم كلهم بعدوا لي بعدوا لي قتلوهم جميع ما تخلي حتى واحد غبروهم دفنوهم شاي Yeah.